ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرباط الدكتور محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. دكتور بن حمو، مساء الخير، أهلا بك معنا. ما هي دلالات تفكيك المزيد من الخلايا في المملكة؟ هذا يؤكد نجاعة وفعالية السياسة الأمنية الاتفاقية التي تقودها الأجهزة الأمنية المغربية، ويؤكد كذلك أن الأجهزة الأمنية المغربية لها الآن خبرة وكفاءات عالية لمواجهة مثل هذا التحدي. ومن جهة أخرى، هو مؤشر على أن هذه الحركات الجهادية الإرهابية تستهدف المغرب الذي يعتبر نموذجا في المنطقة، سواء من حيث ما يقدمه من وجه للأمن والاستقرار، أو كذلك كنموذج للتطوير وكذلك للتحديث ونموذج ديمقراطي في المنطقة. هل نفهم من كلامك دكتور بن حمو أن المغرب لا يزال مهدد من طرف تنظيمات تسلك النهج الدموي منذ هجمات 16 ماي 2003؟ أكيد أن يعني المغرب مستهدف، وأكيد أن هذه الحركات التي تنشط بشكل كبير في مجموع المنطقة تجد في استهداف المغرب فرصة بالنسبة لها، لأن الأجهزة الأمنية المغربية التي أظهرت كفاءة عالية، والمغرب الذي يقدم في المنطقة على أنه نموذج للاستقرار، وكذلك ما يمثله المغرب من بلد يعني منفتح، وكذلك يعني بدل بلد للتسامح وبلد ينخرط في بناء مستقبل ديمقراطي، كلها يعني عوامل تجعل من هذه الجماعات الراديكالية تستهدف المغرب وتسعى إلى النيل من أمنه واستقراره. هل نعيش دكتور بن حمو هنا في المغرب انعكاس لما يقع في كل من سوريا والعراق؟ أكيد أن الأوضاع المزرية من الجانب الأمني بسوريا وبالعراق، وكذلك التطورات والترديات والاختلالات الأمنية في العديد من المناطق، سواء في منطقة الساحل والصحراء أو في منطقة كذلك الشمال الإفريقي، كلها يعني تداعيات تساهم في خلق أوضاع أمنية يعني صعبة، وأن جعلت من التهديد الأمني في المنطقة أحد أكبر التحديات بالنسبة لجميع لدول المنطقة. فبالتالي نحن فعلا نعيش في مرحلة سيكون هذا التهديد خلال العقد الكامل تهديدا أو يعني أوليا وقائما، ونعيش تداعياته، خاصة مع أولا انتشار الأسلحة في المنطقة من خلال تداعيات ما عرفته هذه المنطقة خلال الخمس سنوات الأخيرة، ثم كذلك الانتشار أو الأعداد الهائلة من المقاتلين الأجانب المتواجدين في سوريا والعراق. يتم تفكيك خلايا بشكل استباقي، لكن هل ما يزال تنظيم داعش يحاول مع ذلك إيجاد موطئ قدم له في المغرب؟ سيستمر في السعي إلى ذلك، لأنه استطاع أن يجد له موطئ قدم في مجموع دول المنطقة من الجزائر، تونس، ليبيا ومصر، إضافة إلى تواجده يعني في منطقة الساحل والصحراء. لذلك فسعيه إلى الحصول على هذا الموطئ في المغرب سيظل قائما، ولكن أعتقد بأن المرحلة الحالية تستوجب المزيد من اليقظة، وتستوجب كذلك من المواطنين المغاربة أن يكونوا شركاء في يعني المسألة الأمنية. فالقضايا الأمنية والدفاع عن أمن واستقرار الوطن والدفاع كذلك يعني عن كل ما حققه المغرب من مكتسبات ليس فقط مسؤولية الأجهزة الأمنية والدولة، فالأجهزة الأمنية والدولة تقوم بدورها، وعلى المواطن كذلك أن يساهم في هذا العمل وهذا المجهود، لأن اليقظة والحذر والجانب الاستخباراتي والمعلومة هي الحرب التي يمكن أن نواجه بها هذا التهديد المحدق. نشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، حدثتنا من الرباط. شكرا جزيلا لك على مساهمتك معنا.